الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدين متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج المحجة البيضاء، يأتيكم على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، ومع موضوع الحلال والحرام في الكتاب الكريم والسنة الشريفة. يسرني ويسعدني أيها الأحباب الكرام في مطلع لقائنا وبدايته أن أرحب باسمكم جميعا بمشايخنا الكرام الذين هم معنا وبيننا، ويحضر معنا كل من الدكتور موسى إسماعيل أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الجزائر، فنحييكم سيدي الكريم ونرحب بكم. شكرا، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا. ويحضر معنا الأستاذ محمد زغداني باحث في الدراسات القرآنية، حياكم الله. شكرا، أهلا وسهلا. ومعنا الأستاذ مسعود مياد خطيب الجامع الكبير بالجزائر العاصمة، فنحييكم ونرحب بكم. مرحبا بك. ومعنا الدكتور محمد العربي شيشي أستاذ جامعي، فحياكم الله دكتورنا. أهلا وسهلا. مرحبا، حياكم الله. أيها الأحباب الكرام، مشاهدينا متابعينا، مما يوضح أهمية القرآن والسنة في حياة المسلم المكلف أن الله تعالى شرع له الشرائع وحد له الحدود وبين له الحلال والحرام وفصل له الحرام تفصيلا. ومن رحمة الشريعة الإسلامية أنها ذكرت الحرام وفصلته، أما الحلال فهو ما دون ذلك، وهو دليل على أن الشريعة سمحة وواسعة، ومساحة الحلال فيها أضعاف مساحات الحرام، بل هي الأصل في الأشياء إلا ما ورد النص بتحريمه. مزيد من البيان حول مفهوم الحلال والحرام في الإسلام معكم فضيلة الدكتور موسى. نعم، شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة إلى كل المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلال والحرام كمصطلح شرعي، أولا الحلال هو عكس كلمة الحرام، فإذا كان الحرام ما نهى عنه الشرع فيكون الحلال ما شرعه الله وأباحه، والتشريع قد يكون على سبيل الوجوب أو الندب أو الجواز، كما أن النهي قد يكون على سبيل التحريم أو الكراهة، لكن هنا المتقابل بين الحلال والحرام بمعنى ما شرعه الله وما منعه الله تعالى في التشريع. ولهذا والغالب أن يكون الحلال يعبر به عما يجوز فعله والإتيان به، هذا إذا كان أردنا أن نعبر عن كلمة الحلال بالمشروع. لكن إذا كان أردت أن أعبر عن الحلال بما يعكس كلمة الحرام، فهنا قد يكون الحلال بمعنى الواجب، يعني بمعنى، ففي المباح مثلا كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن البيع الأصل فيه الجواز ليس الوجوب إلا في حالات قليلة. نعم، إلى آخر ما ورد يعني في كلمة الحلال. لما نرجع كذلك إلى مصطلح الحلال والحرام، حديث النعمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، فهنا الحلال ده درج، يعني معنى الحلال بالمعنى الواسع، ما شرعه الله تعالى على سبيل الطلب أو على سبيل التخيير، يعني ما شرعه الله أمرا به أو ما خير فيه بين الفعل والترك، اللي هو ما يسمى في الإصطلاح بالمباح. لكن التحريم إذا أطلق يطلق على ما نهى عنه الشرع نهيا جازما،
وأدنى منه في الرتبة نقول المكروه، لكن المكروه النهي غير جازم، التحريم فيه الإثم والكراهة ليس فيها إثم، التحريم قد يستوجب العقاب إن شاء الله تعالى، فمن رحمه الله عفى عنه، لكن المكروه لا يستوجب العقاب. نعم. يعني هذه بعض المرادفات في بعض المفاهيم في الحلال والحرام، ولهذا لما يأتينا النص الشرعي، نعم، سواء كان آية أو حديث ويأتي فيه كلمة الحلال، نفهم ما معنى كلمة الحلال هنا من خلال السياق. نعم. من خلال السياق، سياق النص. نعم. هل يقصد بالحلال هنا المأذون فيه والجائز بما يشمل المباح، أو الحلال بمعنى ما يكون فيه الأمر على سبيل الطلب، يعني نعم، سواء كان وجوبا أو يعني استحبابا. نعم. والقرائن الصارفة يعني نعم، وهنا من هذه فهم يعرفها الأصولي، نعم، الذي يدرك أصول الفقه، نعم، ويعرف دلالات الألفاظ، يدرك هل هذا اللفظ هنا يقصد به هذا المعنى أو ذلك المعنى. لأن احنا لما نقرأ في أصول الفقه مثلا نقرأ ما هي أحكام أقسام الحكم التكليفي، وأقسام الحكم التكليفي عند غالبية الأصوليين علماء الأصول خمسة، نعم، يعني الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وفي مرادفات المباح الجائز، وقد يستعمل البعض من مرادف الحلال الذي يعبر عن المباح، لكن هنا الحلال جاء في كلام علماء الأصول بمعنى الإباحة. نعم. لكن قد يستعمل الحلال في مقابل الحرام، نقول الزواج حلال لنعبر عما يعكس الزواج اللي هو الفاحش اللي هي محرمة. يعني دائرة الحلال واسعة جدا. دائرة الحلال واسعة. شوف، من رحمة الله تعالى أنه جعل الحلال أوسع من الحرام. نعم. لو نحسب ما هي المحرمات في المطعومات والمشروبات والملبوسات وأشياء أخرى، نوجد أن الحلال أوسع، الحرام استثناء. نعم. يعني المحرمات استثناء، الإباحة أوسع، والممنوع أضيق، الطهارة أوسع، والنجاسة أضيق، لأنها استثناء من الأصل. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إن من أعظم المأمورات بعد الإيمان بالله وتوحيده عز وجل وما يتبعه هو اتباع المأمورات وترك المنهيات، فالتحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في الكتاب العزيز قول ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. دكتور محمد العربي، لنا وقفة عن مصادر التحليل والتحريم في ديننا الحنيف، من أين يأتي الحلال والحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، التحليل والتحريم هو حق خالص لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، فهو الذي يعرف مصلحة عباده، وهو الذي يعلم ما يصلح لعباده وما ينفع لعباده، وهو الذي يعلم ما يضر بعباده. فالله عز وجل هو الذي شرع لنا أحكاما، بعض الأحكام أوجبها وبعض الأحكام حرمها ومنعها، وهذا هو حق من حقوق الله عز وجل، ومن يتعلق بتوحيد الربوبية. فالتشريع هو من خصائص الربوبية، ولا يحل لأي أحد مهما كانت منزلته أو علت درجته أن يحل شيئا حرمه رب العالمين، أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. ويقول الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآية دلت على أنه لا يحل لأي شخص أن يحل شيئا من هواه
أو يحل شيء حرمه الله عز وجل، أو يحرم شيء أحله الله عز وجل. وقد أنكر الله عز وجل على اليهود والنصارى والمشركين حينما استباحوا أشياء حرمها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يكونوا يعبدونهم، يعني لم كيف اتخذوهم أربابا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا قد استحلوا لهم الحرام استحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك هي عبادتهم. فبين هنا أن هؤلاء أتباع اليهود، أن اليهود والنصارى يعني رهبانهم اتخذوهم أربابا، وذلك عن طريق أنهم استحلوا الحرام وحرموا الحلال، فهي نوع من العبادة. نعم. ولهذا لا يحق لأي أحد أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل، أو يحل شيئا حرمه الله عز وجل، أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل. ولهذا العلماء تكلموا عن المصادر التي يعرف منها الحلال والحرام. نعم. فأولها القرآن الكريم، وبقية المصادر كلها لها أدلة من القرآن الكريم. الله عز وجل هو الذي أمر بأن نرجع إليها، فالسنة النبوية الله عز وجل أمر بأن نرجع إليها، لأن رب العالمين قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إجماع الأمة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع يعرف منه الحلال والحرام، والله عز وجل يقول في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهكذا نجد القياس هو مصدر مصادر التحليل والتحريم، فالله عز وجل قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، مثل ما قال للمرأة التي جاءت تسأل: هل على أبيها حج؟ هل تعتمر على أبيها وتحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ونجد بقية المصادر التشريعية كلها: عمل أهل المدينة، سد الذرائع، مثلا العرف، مثلا الاستحسان، مثلا سد الذرائع. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مثلا. نعم. هذه الآية دلت مثلا على مصدر سد الذرائع. نعم. وهكذا كل هذه المصادر التي نص طيب عليها في هذه المصادر، يعني بين القرآن الكريم خاصة وبين السنة النبوية الشريفة، نجد أن في الأخذ من السنة يقع الاختلاف في الفهم وفي الحكم على الشيء، فنجده حراما عند قوم حلالا عند آخرين، خاصة في نصوص السنة النبوية الشريفة. نعم. نعم. هذا يرجع إلى الرجوع إلى القواعد. نعم. فهناك قواعد ذكرها العلماء تتعلق بدلالات الألفاظ، والعلماء نصوا مثلا على أن الأمر كما تفضل الشيخ أنه يفيد الوجوب مثلا. نعم. إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب مثلا، استحباب أو غيرها، فالقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. نعم. أوصلها بعض علماء الأصول إلى 33 صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. نعم. للاستحباب أو للدعاء أو الإرشاد أو الأدب أو نحو ذلك. وهكذا نجد من حيث المنهيات كذلك، فأحيانا يكون النص يعني ظاهره التحريم لكن توجد قرينة تصرفه من الحرام إلى الكراهة. أحيانا نجد سبب الاختلاف في هذه المسألة. نعم. ثبوت الحديث، ثبوت النص هل هو ثابت أم لا، فيأتي قوم يصححون الحديث وبالتالي يستنبطون منه التحريم، ويأتي قوم مثلا يرون بأن الحديث ضعيف لكن ويأخذون بالأحوط، يقولون بكراهة ما دل عليه، يقولون بالكراهة ولا يلزمون بالتحريم لأن الحديث يعني ليس صحيح وغير ثابت. أحيانا تجد المجتهد عنده دليل آخر استند إليه وقاعدة كبرى استندت إليه جعلته يقول بالكراهة ولا يقول بالتحريم. فإذا هذا الخلاف الموجود بين الأئمة كله له مستند، وكله يرجع إلى قواعد نص عليها علماء الأصول. نعم. شكرا لكم دكتور محمد العربي على هذا الطرح. أيها الأحباب الكرام، لم تقتصر سنة التدرج بين كليات الدين كالتوحيد والإيمان، بل كان التدرج في الكلية نفسها. فأول ما حرم الشرك الأكبر، ولم ينهى عليه الصلاة والتسليم عن الشرك الأصغر إلا في المدينة النبوية. ونجد الأمر نفسه في المحرمات، فلم تحرم المحرمات في بدء الدعوة، ولا حرمت بعد ذلك دفعة واحدة، والشواهد
من النصوص كثيرا الأستاذ مسعود نياد، لو تطرح لنا هذه النقطة وتفصلها أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك أخي محمد، وتحية للدكاترة الأفاضل وكل المشاهدين الأعزاء، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد اسمح لي أخي محمد قبل الكلام عن شواهد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة عن منهج التدرج في التحليل والتحريم، أن ننظر إلى دائرة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية ونعطيها حجمها الحقيقي، ذلك لأن الناظر والمتأمل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والكلام عن المواضيع التي اعتنى بها القرآن أو اعتنت بها السنة النبوية التي نجدها كثيرة ومتنوعة، عندما ننظر إلى حجم الحلال والحرام فيها نجدها صغيرة جدا لا تكاد تقارن بالمواضيع الأخرى التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء. عندما ننظر في القرآن الكريم مثلا نجد أنه من بين آيات الأحكام التي تتكلم عن الحلال وعن الحرام أغلب العلماء قالوا أنها لا تتجاوز 500 آية، وإلى هذا ذهب فخر الدين الرازي وذهب الإمام الغزالي وذهب غيرهم، لا تتجاوز 500 آية، يعني 500 آية تتكلم عن الحلال وعن الحرام، عما يجوز عما لا يجوز، مقارنة ب6200 وكذا على حسب العدل المدني أو العدل الكوفي. فإذن في الشريعة الإسلامية ليست كلها حلال وحرام، وإنما أو في القرآن الكريم ليس كله أمر ونهي، حتى تشعر قارئ القرآن مثلا أو الملتحق بهذا الدين والداخل في هذا الدين إلى أنه المسألة كلها افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، لا، فيه مواضيع أخرى كثيرة جدا. الإمام محمد الغزالي لما تكلم على في كتابه المحاور الخمس للقرآن الكريم تكلم قسم القرآن الكريم أو مواضيع القرآن الكريم إلى هذه المحاور الخمس، قال الله عز وجل الذي هو الخالق، ثم تكلم عن الكون، ثم تكلم عن اليوم الآخر، ثم تكلم عن القصص، ثم تكلم عن الشريعة والتربية. فالشريعة هي جزء، ونفس الشيء فيما يخص التقسيمات الأخرى التي تكلم عنها علماؤنا في هذا الموضوع. إذن فمسألة الحلال والحرام هي مسألة صغيرة جدا مقارنة بما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء من تثبيت إيمان، من تصحيح عقيدة، من تقويم سلوك، من ربط مجتمع، من بناء أمة، إلى غير ذلك من تلك المواضيع التي أحيانا لا تكون لها علاقة بالحلال أو بالحرام أو بما يجوز أو ما لا يجوز. هذا أول. كذا الأمر الثاني، الناظر في الحلال والحرام في القرآن الكريم أنه هو مرتبط بغيره من القضايا، ليس بمعزول. فنجد أن الله عز وجل يعالج مسألة متعلقة بالحلال والحرام ولكن يربطها بالعقيدة، يربطها بالإيمان بالله. وأغلب الآيات يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي بعد ذلك الأمر أو يأتي النهي، وتختم أغلب الآيات إن الله عزيز حكيم أو إن الله غفور رحيم، وكلها مرتبطة بهذا الإيمان، كلها مرتبطة بالله رب العالمين، كلها مرتبطة بهذه العقيدة ومرتبطة بالبعث وبالنشور، ليدل على أن القرآن الكريم وحدة متكاملة ليست أجزاء تفاريق. نعم نتكلم عن الحلال والحرام، ولكن لا يمكننا أن نصل إلى الغاية التي من أجلها كان هذا الحلال والحرام إلا إذا أخذناه ونحن مرتبطون بالله رب العالمين، ونحن مرتبطون باليوم الآخر. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على، فنجد هذا الترابط الذي ينبغي أن يكون، وهذه سنة الله عز وجل في دعوة الأنبياء. الأنبياء رغم أنهم ما منهم من أحد إلا ويقول لقومه أنعبد الله ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين، ولكن في نفس الوقت وهو يدعو إلى الله ويعالج مشكلة قائمة في بيئته كبيرة جدا. نعم، وسيدنا شعيب يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين، وفي نفس الوقت يعالج مشكلة اقتصادية موجودة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. سيدنا لوط يدعو إلى الله في نفس الوقت يعالج مشكلة أخلاقية موجودة. أتأتون الذكران من العالمين. سيدنا موسى نفس الشيء، وهو يعالج ذلك الاستبداد السياسي الذي كان يقوم به فرعون. فالأمر كله إذن مرتبط مع بعضه البعض غير متفرق، ولكن الحلال والحرام في حد ذاته عندما نفصله عن هذا الأمر نجده لا يأخذ ذلك الحيز الكبير الذي للأسف الشديد أصبح هو الغالب الآن في كلامنا. بمجرد ما ذكرت الشريعة يجوز ولا يجوز، طيب. وأصبح أخي محمد هذا هو بشوف إمام
تشوف الفتوى، راح تشوف حلال ولا حرام، يجوز او لا يجوز. هناك منهج في القرآن الكريم في التحليل والتحريم اللي هو منهج التدرج الذي تكلمت عنه. هذا المنهج في التدرج، لماذا كان هذا المنهج في التدرج؟ اكيد ما من امر او منهج او طريقه الا والله عز وجل أعملها لحكمة ولمقصد، قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها، ولكن عندما ننظر إلى سنة التدرج أولا هي ليست عامة في كل الأحكام الشرعية. نعم قد تكون بعض منها على أساس أن في المرحلة المكية المرحلة الأولى التي بدأ بها هذا الدين هذا الإسلام كانت المرحلة الأولى هي بناء هذه العقيدة، هي غرس هذا الإيمان، هي تصحيح تلك المعتقدات وتلك التصورات التي هي تعتبر القاعدة الأساس أو القاعدة الصلبة التي سوف تبنى عليها الأحكام الشرعية من بعد ذلك. ولو لم تكن هذه القاعدة هي الأولى وهي الركيزة لربما تلك الأحكام الشرعية لا تكاد أن تثبت ولا يعمل بها من أمروا بها. لما تركزت تلك العقيدة وذلك الإيمان اعتبرت هي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك جاءت الأحكام الشرعية التي هي أغلبها في المرحلة المكية إلى الصلاة التي كانت في حادثة الإسراء والمعراج، ولكن الأحكام الشرعية الأخرى من صلاة من زكاة من صيام من حج وما هو متعلق بها من مواضيع أخرى جاءت كلها في المرحلة المكية. بعض منها كان بالتدرج على اعتبار أنه الله عز وجل راعى في ذلك خصائص النفس البشرية التي فطمها مباشرة عن بعض الأمور قد يصعب على النفس الامتناع المباشر، فاحتاجت إلى التنهد شرب الخمر يعني مزاح حتى في المدينة. شرب الخمر مثلا الذي هو المثال الواضح في هذه المسألة، فالله عز وجل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم حرم في أوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك الشيخ الأصغر لا تحلفوا بآبائكم، الحديث ورد في المدينة يعني. نعم في القصة المعروفة. نعم هو يدخل في الإيمان، هو يدخل في تصحيح المعتقد كليات الدين والربط بالله رب العالمين. مثلا في قضية الرق وفي في في غيرها الذي استعملت فيه الشريعة الإسلامية كذلك هذا المنهج منهج التدرج، فلم يمنع جملة واحدة في أول الأمر لأن المجتمع كان قائما أساسا على تلك الطبقة الشغيلة، فلو أنه حرم من أول أمره لربما تعطلت مصالح الناس وعجز كبراء القوم على أن يقوموا بتلك المشاغل وتلك المصالح الكبيرة جدا، وها هنا يؤدي إلى فساد المجتمع وفساد الأرض وفساد التجارة وغيرها. فجاءت سنة التدرج في هذا الأمر، يعني ضيق مصادر الرق ووسع مصادر أو وسع الأمور التي يعتق بها أولئك الرقيق من كفارات ومن نذور ومن غيرها ومن ترغيب في ذلك إلى أن انتهى هذا الزمن. شكرا لكم أخي الأستاذ مسعود ميان. أيها الأحباب الكرام، الحلال والحرام كان في شرع من قبلنا كلهم جميعا، فنقرأ في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ونجد في الديانات غير السماوية أنها تحل أشياء وتمنع وتحرم أشياء، أما عند فقهاء القانون وما تضعه الدول تنظيما وتشريعا في قوانينها فذاك مجال واسع. حتى يتبين الأمر أستاذ محمد أن مفهوم المنع والمنح الحلال والحرام لم يرتبط بشريعة الإسلام فقط، بل نجده عند غيرنا كذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. تحية مباركة لكم وللأساتذة الأكارم والمشاهدين الأفاضل. فعلا مسألة التحريم والتحليل لابد أن نفهم أن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إنما بعث بشيئين اثنين. الآن التقسيمات الحديثة تسمى عقيدة وشريعة. فأما العقيدة فهي مشتركة، كل بعث بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالملائكة، بالكتب السماوية، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر خيره وشره، وبالأنبياء والمرسلين. وأما الجانب الذي هو اختلفت فيه التشريعات من آدم عليه السلام، ولعل أول تحريم على وجه هذه البسيطة حتى قبل وجه هذه البسيطة هو تحريم الله عز وجل على آدم وزوجه الأكل من تلك الشجرة التي سماها الله سبحانه وتعالى.
هذا تحريم لشيء ربما كابتلاء من الله عز وجل لآدم وأمنا حواء عليهم السلام، ثم يأتي بعد ذلك التحريم والتحليل أو الإباحة والتحريم من الله عز وجل للناس عبر السنين وعبر الأمم ومن خلال الأنبياء والمرسلين بحسب الحكمة التي تقتضيها حكمته سبحانه عز وجل. فما حرم على إسرائيل كما ذكرتم في مقدمتكم غير ما حرم على النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، بل ربما احتفي مسألة في بعض المسائل حتى عند إسرائيل ما جاءت به التوراة أيضا كان شيء آخر. بطبيعة الحال أنا أريد أن أذكر مسألة أخرى يعني تختلف تماما حتى في مسألة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التي هي بالنسبة لنا ثلاث أشياء تضاف لها رابعة وثلاث أركان تضاف لها رابعة، إقلاع وندم نعم وعزم على عدم العودة وإرجاع للمظالم لأصحابها. في بني إسرائيل كتب الله عز وجل عليهم التوبة، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، يعني كان قتل النفس هو صفة من صفات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتي حرمها الله عز وجل جزما في كتاب الله عز وجل، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فمسألة التحليل والتحريم هذه تدرج فيها الله عز وجل كما كان يذكر الأستاذ مسعود، يعني مراعاة للواقع الذي كان يعيشه الناس حتى لا يكون فيه يعني ربما رفض مطلق لهذا الدين، ولكن استقرت الشريعة في نهاية المطاف على أحكام لا بد على الناس أن يلتزموا بها بشكل نهائي، حتى لا يتصور الناس أنه بعض الناس يقول لك أنه صحابة رضوان الله عليهم ربما فيهم اللي 40 سنة هو يقترف المحرمات ثم يأتي بعد ذلك فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع كمن لا ذنب له، منهم من عاش في الإسلام يوما واحدا ويدخل بإذن الله عز وجل جنته. الآن استقرت الأحكام فلا مجال للعودة والرجوع إلى التدرج مرة أخرى في الأحكام الشرعية المقطوع بحرمتها. فبالنسبة لبقية الأمم هو نفس الشيء، يعني إما أن يكون تدرجا أو يكون من باب ما أحله الله عز وجل لحكمة ودفعا لضرر أو جلبا لمنفعة، وربما نسجت على منوالها حتى الحضارات البشرية إن صح التعبير. نجد ربما في عند الهندوس مثلا الذين يحرمون على أنفسهم الاستحمام، يعني وربما يتباهى بعضهم بكم سنة لم يستحم أو بعدم قطع الأظافر أو عدم حلق الشعر، يعني أشياء التي يراها الناس من التقرب إلى الله عز وجل ولا علاقة لها بالقربة إليه سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه مسألة التحريم والتحليل الإباحة وعدم الإباحة. هل النفس البشرية الإنسانية في حاجة إلى منع وحل؟ يعني هل النفس تحتاج إلى هذا؟ بطبيعة الحال حتى نجده عند غير أهل الكتاب غير عند أتباع الديانات السماوية. نعم أكيد، ولهذا أنا ذكرت الهندوس الذين ربما يتقربون إلى الله عز وجل بالاتساخ صح هذا التعبير كما سماه الشيخ الغزالي رحمة الله عليه. فهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو شيء ذهني صح التعبير، وهو شيء في فكرهم مركوز في فطرة الإنسان أن عليه ممنوعات، أنه هنالك حدود وإن الله عز وجل حدد لكم حدودا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحدود بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها سنة وبينها القرآن الكريم قبل ذلك، وهي تضيق وتتسع على مر الأزمان في الأمم بحسب حكمة الله عز وجل. بالنسبة لنا نحن كمسلمين كما كان يذكر الأخي مسعود ربما قد يتصور الناس أنه الحرام هو الغالب الأعم وأن ما أبيح للناس هو شيء بسيط فقط. نعم. لا هو العكس تماما، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه، بخلاف العبادات اللي هي الأصل فيها هي التوقيف وهي الحظر، أنه لا نعبد الله عز وجل إلا بما تعبدنا به سبحانه وتعالى. يأتي من ذلك ما نسجت عليه البشرية كما ذكرت أيضا في حديثك، أنه لكل عصر مستجدات، لهذا نحن نقول أنه من خصائص الشريعة الإسلامية أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنه باب الاجتهاد في هذه النوازل التي تقع في حياة الناس لابد أن يجد لها من وقعت له الحادثة أو النازلة يجد لها جوابا عند الفقيه الذي إما أن يجد لها أصلا في كتاب الله أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو في اجتهاد الفقهاء أو في غيرها من مصادر الشريعة التي ذكرها الأستاذ مشكورا. وهذا أيضا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الصحابي الذي بعثه للحكم في اليمن قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسوله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. فنسجت ربما حتى البشرية فيما يستجد ربما في أشياء كقانون المرور مثلا
الذي هو لم ينزل به لا كتاب ولا سنة، إنما مبني على مصالح العباد. ما لو ترك الناس على هواهم وعلى سجيتهم لا كانت هناك أحداث وحوادث وقتل وغيرها تتحدث المفاسد. فدرءا لهذه المفاسد الآن، ربما لا نقول أنه ما لم نجده في كتاب الله عز وجل فلا يحق لفلان أو علان أن يمنعه عنه. هذا يعني الأصل موجود وهو المنع في اللي أصله في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسجا على ذلك المنع مراعاة لمصالح العباد جاء المنع قانونا في زماننا هذا، حتى أنه استقر، والشيخ موسى ربما يصحح هذا المفهوم، استقر حكم الفقهاء على أن ما منع قانونا فهو محرم شرعا. أذكر في ذلك أمثلة كثيرة، مسألة التهريب مثلا الذي يتحدث عنها الكثير من الناس، أنه يبيح لنفسه تهريب في الحدود، تهريب السلع في المطارات وفي غيرها، بناء على أنه ليس هنالك نص حرمها. أو بعض الناس الذين يذهبون أكثر من هذا، لا. أنه فيه بعض الأشياء التي حرمت مثلا عن طريق القياس، يقول ليس في القرآن الكريم آية دالة على تحريم المخدرات مثلا. أو نذهب إلى شيء آخر اللي هو مسألة التدخين، التي قد نقول أنه تدرج الفقهاء في تحريمها إن صح التعبير على مدى سنوات. أمر ربما نناقشه في عنصر الثابت والمتغير في أحكام الحلال والحرام. نعم. هذه الأشياء كلها تدل على أن أصل المنع موجود في فطرة الإنسان واحد، أن أصل المنع والإباحة جاءت به الشرائع كلها، وأنه الآن ما استقرت عليه شريعة الإسلام هو المباح والحرام. يعني حتى لا يأتي قائل يقول بما أنه الحلال والحرام هذا موجود في الشرائع الأخرى فأنا أخذ بما حرمه وحرم على بني إسرائيل أو ما أبيح لهم. الثابت أن كل الديانات قد نسخت، بمعنى ألغيت وحل محلها التشريع الثابت الدائم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. هذا هو الشريعة التي تقبل من الناس وهي التي استقرت في هذا الزمن. نعم. دكتور موسى تفضل. نعم. نعم. لما نتكلم عن الحلال والحرام في حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. لكن لما نقول ما حرمه الله أو أحله الله، إما نصنا وإما اجتهادا، هناك مسائل يذكرها الفقهاء على أساس أنها من الحلال انطلاقا من القاعدة العامة الأصل في الأشياء الإباحة، فهو مبني على اجتهاد. هذا الاجتهاد مرده في النهاية إلى القرآن. هناك أشياء ينص الفقهاء على تحريمها مع أن النص غير ظاهر فيها، لكن الفقيه لما يحرم لا يحرم من عند نفسه وبهواه، وإنما مقيد بقيود في النهاية ترجع إلى كتاب الله. فالكتاب أي القرآن هو الأصل بالتحليل والتحريم، واجتهادات الفقهاء إنما هي بنية على القرآن من خلال القواعد، قواعد الاجتهاد. أشياء حرمها الفقهاء لو نبحث عن نص صريح فيها في القرآن أو في السنة لا نجد، لكن عندنا القاعدة التي تربطنا بالقرآن الكريم، لأن الاجتهاد بصفة عامة سواء كان عن طريق القياس أو الاستحسان أو المصالح أو سد الذرائع أو غيرها من أصول الاجتهاد، كلها مربوطة في النهاية بالكتاب القرآن الكريم. لا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى أيضا في التدرج، هي الأحكام تقريبا ما من حكم إلا ونجد فيه نلتمس فيه التدرج. الصلاة فيها تدرج. لا. بعد ما كانت ركعتين في الصباح وفي المساء قبل الهجرة بسنة صارت 5 صلوات. الزكاة بعد أن كانت تعطى وجوبا قسط من المال غير محدد صارت محددة وفي بأنصبة معينة بعد الهجرة. الصوم الذي أمر به المسلمون بأن يصوموا يوم عاشوراء ثم انتقل إلى رمضان، ونفس يعني ما من حكم إلا ونلتمس فيه التدرج.
التدرج ضروري بحياة الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من طباعه وعاداته إلا بهذا التدرج. ولهذا نلتمس هذا من السيرة النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لم يأمر أهل مكة ممن بقي على الشرك بالخروج من مكة، إما الإسلام وإما الخروج. أمهلهم فترة ما بين الفتح وحجة الوداع، في حجة الوداع سنة وزيادة، بعد ذلك يبعث من ينادي في الناس، لا يبقى في يعني في مكة بعد عام هذا مشرك، أو لا يطوفن بالبيت عريان. أمهلهم، بمعنى هناك تدرج، أمهلهم هذه الفترة في أن يسمعوا من هذا القرآن الكريم وأن يتعلموا بالمشاهدة، ما يجعلهم يقتنعون في هذه المدة قبل أن يؤمروا بإما الإسلام وإما أن يسيحوا في الأرض بعيدين عن بيت الله الحرام. يعني التدرج. وحتى اليوم مثلا الصبي الصغير والكبير لا يمكننا أن نأتي بأسلوب تربوي وهو الفرض الفوري التعنيف. نعم، لابد من التعليم. ولماذا كان هناك جهاد نفس؟ لأن الإنسان مركب بين الروح التي تسمو والنفس التي ربما تنزل إلى الأرض، فيسمو الإنسان أو ينزل حسب حالات التربية. ولهذا من حق يعني لما نتأمل في خلق الإنسان نجد فيه استجابة للأوامر أو النواهي. ولهذا كانت الديانات أو الدين، نقول دين واحد لأن الدين عند الله الإسلام منذ آدم، كلها مبنية على أوامر ونواهي، لأن خلق الإنسان مجبول على أن يفعل الأمر ويترك النهي. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور موسى. لنا وقفة أيها الأحباب الكرام نتكلم فيها عن علاقة الاجتهاد بالتحليل والتحريم، فلا يخفاكم أن دور العلماء والفقهاء في موضوع الحلال والحرام هو نقل الأحكام الشرعية واستنباطها من الأدلة والبراهين المعتبرة، حيث أرجع حق التحليل والتحريم لله ورسوله. ولعل هذا الأمر يتجلى جليا ويظهر جيدا في موضوع النوازل. أما بالنسبة لعلاقة الحلال والحرام بالاجتهاد، نعم، فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية كل ما غلبت مصلحته على مفسدته أحله الله عز وجل، وما غلبت مفسدته على مصلحته حرمه الله عز وجل. ليس هناك شيء متمحض للمصلحة ولا شيء متمحض للمفسدة، إنما الخمر مثلا حرمها الله عز وجل لأن فيها إثم ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما كما قال الله عز وجل بالنسبة للخمر والميسر. لما كانت المفاسد أكثر حرم الله عز وجل، مع أن هناك بعض المصالح القليلة. وهكذا إذا جئنا إلى الواجبات أو الأشياء التي أمر الله عز وجل بها، هي مصالحها أكثر من مفاسدها. نعم، مثلا الصيام أو الحج أو الجهاد أو حتى الوضوء أو الصلاة، هذه مصالحها أكثر وإن كان فيها شيء من المفسدة. أحيانا يجد الإنسان مشقة مثلا في الوضوء، مثلا يجد مشقة وتعب في الصيام، يجد مشقة في الحج أو في الجهاد مثلا، ولكن هذه المشقة غير معتبرة أمام تلك المصالح العظمى الكبرى. فبالتالي هناك بعض الحالات أحيانا يكون تتعارض عندنا المصلحة والمفسدة، ولكن المفسدة أو المصلحة لا يمكن الوصول إليها إلا بارتكاب مفسدة. فهنا يأتي مبدأ يسمى عند العلماء بمبدأ فتح الذرائع، فيفتي المجتهد بجواز ارتكاب المفسدة لتحقيق مصلحة راجحة. وجدنا هذا له تطبيقات كثيرة، يعني مثلا سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد عندما سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك السيف بحقه، وتبختر في أرض المعركة وأنشد يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، لا أقوم الظهر بالكيول، أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماجد بهلولي. وتبختر ذلك التبختر المعروف،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فهي مفسدة لكن تترتب عليها مصلحة راجحة، وهي أن العدو يصاب بالرعب، وهي حرب نفسية مثل ما يقول العلماء. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في غزوة الأحزاب، عندما هم أن يتصالح مع الأحزاب ومع غطفان، أقصد هم أن يتصالح معهم بأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن ينسحبوا من الأحزاب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة هو مفسدة، لأنه تمكين للعدو من مال المسلمين، ولكن هذه المفسدة تترتب عليها مصلحة راجحة. فهذا مبدأ يسميه العلماء بمبدأ فتح الذرائع. هناك مبدأ يسمى عند العلماء بسد الذرائع، وهو أن المفسدة والشيء الجائز إذا كان يفضي إلى حرام يأتي العلماء ويقولون بتحريمه، مع أنه في الأصل جائز. فوجدنا العلماء يحرمون مثلا بيع العنب لمن يعصره خمرا، مثلا بيع العنب الأصل فيه الجواز، لكن لما كان سيأخذه هذا الإنسان ويعصره خمرا وعرفنا بالأدلة القطعية أنه سيعصره خمرا يأتي هنا التحريم. كذلك يجب علينا أن نعلم أمر مهم جدا، وهو أن الأحكام ربطت بعللها ومقاصدها. هناك أحكام معقولة المعنى وهناك أحكام غير معقولة المعنى، فالمعقولة المعنى هي التي تعرف عللها ومقاصدها، فأحيانا تتخلف العلة أو يتخلف المقصد، فهنا الحكم يتغير، يكون الخمر لماذا حرمت؟ لأن فيها إسكار. طيب لكن سيد شيشي، أريد أن نتساءل هنا، هل يحق لنا إعادة النظر في أحكام الحلال والحرام؟ هناك بعض الأحكام التي علقت بالعلة، بعلة معينة أو بمقصد معين. أحيانا العلة تتخلف أو المقصد يتخلف فيتغير الحكم. العلماء يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مثل الخمر هي الأصل فيها أنها حرام لأن فيها إسكار، لكن لو زال منها الإسكار وصارت غير مسكرة صارت عصيرا. مثلا نعطي مثال في ارتباط الحكم بالمقصد، مثلا زكاة الفطر، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعطى طعاما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير، هكذا الحديث، ولهذا العلماء نصوا على إعطائها طعاما. لكن لو مثلا في زماننا هذا لو تعطي للإنسان الفقير المسكين تعطيه طعاما قد لا ينتفع به، والناس الآن توفر عندهم الطعام، لكن لو تعطيه نقودا ربما يستفيد طيب منها الإنسان. دكتور شيشي، في الأحكام القطعية نعم، هل ننظر فيها؟ بالنسبة للأحكام القطعية هذه لا تقبل النقاش، الأحكام القطعية والأمور العبادات والأمور الأمور التي لا مجال للرأي فيها والاجتهاد، هذه أمور لا يمكن يعني الاجتهاد فيها، بل تبقى هكذا على أحكامها. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، وأدعو المشاهد الكريم مزيد من البيان والتفصيل في هذه النقطة في ركن بين قوسين. بين قوسين، إذن مواصلة في النقاش في النقطة التي أثرناها في ركن بين قوسين، معكم دكتور محمد العربي شيشي. يرى بعض المعاصرين أنه يمكن إعادة النظر في موضوعات الحلال والحرام باعتبار التجديد، فما قولكم وردكم على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هناك فرق بين التجديد والاجتهاد، فالتجديد ليس هو إزالة البناء، إنما هو الإبقاء على البناء القديم، لكن ترميمه وزيادة صبغه ودهنه ونحو وتجميله ونحو ذلك. إذن فالأحكام الشرعية من المعلوم لدى كل مسلم أن الله عز وجل هو الأعلم بمصلحة عباده، وهو أعلم بما يصلح لهم، وهو أعلم بما ينفعهم، وهو أعلم بما يضرهم وبما هو مفسد لهم. فالله عز وجل بيّن أشياء في القرآن، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أمور، منها ما هي حلال ومنها ما هو حرام، فما كان نافع للعباد وفيه مصلحة لهم أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان فيه مفسدة وفيه مضرة على عباد الله عز وجل حرمه رب العالمين وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ما عليه إلا التسليم، وما عليه إلا الامتثال بما أمر الله عز وجل، وبالالتزام بما حرمه الله عز وجل وترك ما حرمه الله عز وجل.
يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون، وفي قراءة أن تكون، لهم الخيرة من أمرهم. فالإنسان ليس مخيرا فيما أمر الله عز وجل به أو نهى الله عز وجل عنه. وكذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر بأمور فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فهنا قال في الحديث: وحد حدودا فلا تعتدوها. فالأشياء التي حرمها الله عز وجل فلا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يتجاسر ويأتي ليحلها للناس أو يبيحها للناس بدعوى التجديد ونحو ذلك، أو الاعتقاد أن هذا القرآن هو تراث أو هذه فهوم قديمة للعلماء ونحو ذلك. ومن هذه الأمثلة الربا، فالربا نهي في كل الشرائع ليس في الإسلام فقط، لأن الربا مفاسده كثيرة جدا وفيه مضار خطيرة جدا. وما الأزمة المالية العالمية التي وقعت في السنوات الأخيرة إلا بسبب الربا، وهذا شيء معلوم لدى حتى الغربيين الآن يتوجهوا إلى فتح بنوك إسلامية ومصارف إسلامية، لأنهم علموا بأن السبب الأكبر والخطير في هدم الاقتصاد وفي القضاء على النمو الأموال هو الربا، فلهذا توجهوا لفتح مصارف إسلامية. فالأزمة المالية العالمية التي حصلت في السنوات الأخيرة التي من ورائها أو بسببها أفلست الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية المالية وكثير من البنوك، كل الكل يعلم بأن السبب الرئيسي في ذلك هو الربا. فالربا حرمه الله عز وجل بالنصوص القطعية المتضافرة. فالله عز وجل في القرآن يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي يقال له يوم القيامة: جرد سلاحك وأخرج سلاحك لكي تحارب الله ورسوله، ومن يقدر على محاربة الله ورسوله؟ فنصوص كثيرة قطعية جاءت في القرآن تدل على حرمة الربا، وكذلك السنة النبوية وجدنا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فحرم الربا أكله، وحرم إيكاله للناس، وحرم كتابته، وحرم الإشهاد عليه. بل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية يزنيها الرجل. فإذا هو أخطر من الفواحش والمنكرات، فهو من الموبقات، ولهذا حرم حتى في الديانات السابقة، كما قال تعالى في القرآن: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فكان حرام حتى على بني إسرائيل. طيب، كيف توظف الضرورة والاستثناء في حكم شرعي مقطوع بحرمته؟ عندنا في القرآن قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالله عز وجل بين المحرمات، ولكن جعل دائرة أو بين قوسين الضرورة. حالات الضرورة هذه حالات خاصة يفتي فيها العلماء بالجواز لأفراد معينين بحسب الضرورة التي وقع فيها، وتعتبر رخصة، والرخصة منها ما هو دائمة رخصة دائمة، ومنها ما هي رخصة مؤقتة. فليس هناك ضرورة دائمة أو ضرورة، يعني ليس هناك رخصة دائمة في الربا، إنما هناك رخص مؤقتة لبعض الناس بأعيانهم. فعندنا القاعدة أن الضرورة تبيح المحظورات، وعندنا الحرام على مراتب، فهناك الحرام لذاته وهناك الحرام لغيره. فعندنا مثلا في الربا، الربا أكله هذا حرام لذاته، وما حرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة القصوى، عند الضرورة. ولكن في الربا يقول العلماء: لا يباح إلا عند الضرورة القصوى، نظرا لكثرة النصوص فيه، نظرا لأنه حرم حتى على من قبلنا في شرع من قبلنا. وهناك إيكاله للغير وكتابته والإشهاد عليه، فهذا محرم تحريم ذرائع ووسائل، وما حرم تحريم ذرائع ووسائل يباح عند الحاجة، والحاجة هي دون الضرورة. ومثلا العلماء عندما أفتوا بجواز أخذ القروض لشراء السكنات في عند الأقليات في أوروبا، هناك المجلس الأوروبي لما أفتى في حالات وجود حاجة، السكن يعتبر من الحاجات، فهنا العلماء أفتوا لمن كان في محل الحاجة وفي كان في محل الضرورة، لأن إيكال الربا للغير، إيكال الربا للغير حرم تحريم وسائل وذرائع، وما حرم تحريم وسائل وذرائع يباح عند الحاجة، وكذلك من باب أولى يباح عند الضرورة. فلهذا عندما يكون الشيء محرما لا يباح عند الضرورة، في الربا لا يباح إلا عند الضرورة القصوى. فلهذا الربا يعتبر من الأشياء التي ينبغي المسلم أن يسلم بتحريمها، ولا ينبغي أن يناقش فيها وأن يقول كذا وكذا، لأن هذه من القطعيات التي لا مجال للرأي فيها والاجتهاد. ويبقى التنزيل
على الأعيان وعلى الأفراد، هذه أحكام يفتي فيها بالجواز العالم المجتهد لذلك الرجل بعينه أو لذلك الشخص بعينه الذي وقع في حالة الضرورة. شكرا لكم أستاذ محمد العربي شيشي على هذا الطرح وهذا الرد، ولنا عودة إن شاء الله إلى البلاط والاستكمال النقاش في موضوع الحلال والحرام في القرآن والسنة. مشاهدينا الكرام، بين قوسين، إذن لنا عودة أيها الأحباب الكرام إلى البلاطو وموضوع النقاش الثابت والمتغير في أحكام الحلال والحرام. قد تطرأ بعض التغييرات بسبب تطور العصور كتطبيق الصلاة في الفضاء وحساب الصوم فلكيا وتيسير الحج بسبب الزحام وغيرها كثير من الأمور التي حدثت وطرأت. هل هذا الكلام ينطبق على باقي الأحكام الشرعية؟ أستاذ مسعود ميات. جزاك الله كل خير. هو سادتنا العلماء يفرقون ما بين الحكم الشرعي وما بين الفتوى. فالحكم الشرعي هو مراد الله عز وجل في ذلك الشيء منعا أو أمرا أو تخييرا. الفتوى هو تنزيل ذلك الشيء، فتنزيله على الحوادث وعلى الوقائع هذا الذي يختلف وهذا الذي يتغير. نعم. فالأصل في الأشياء أحيانا أن تكون محرمة لا خلاف فيها، ولكن عندما نأتي لتنزيلها في واقعة معينة قد تأخذ الجواز. الأصل في الربا أنها محرمة وهذا لا خلاف فيه بالنصوص الشرعية، الأصل في الكذب أنه محرم، الأصل في خيانة الأمانة أنها محرمة، ولكن عندما هل يكون هناك استثناء؟ نعم هناك على حسب حالة الشخص الآن. نعم. يؤتى إلى المسألة في حد ذاتها وينظر فيها. يستثنى في حالات يعني. نعم. يستثنى وهذا مما يفتحه الشرع لتحقيق مصالح قد تكون هي أكبر أوسع من تلك المفسدة، وهذا يعني هو جوهر ما كان يتكلم عنه الأستاذ من قبل، وهو أنه أحيانا بعض الأمور التي تكون محرمة بالإجماع أو بنص القرآن أو بالسنة قد يؤذن فيها نظرا للمصلحة، لأن الضابط هنا في مسائل الاجتهاد هو المصالح والمآلات التي تترتب عن تلك الأمور. مثلا عندما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط فقهاؤنا أن تغيير المنكر ما ينبغي أن يؤدي إلى منكر مساوي أو إلى منكر أكبر منه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور، ترك فعلها خوفا من أن تؤدي إلى مفسدة أعظم كهدمه للكعبة مثلا، رغم أنه أقر بأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم. الكعبة وما أدراك يعني شأنها ومقدارها وقيمتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك على حالها خوفا من مفسدة قد تكون أعظم من هذا الشيء. كذلك قضية الكذب مثلا الذي قد يجوز للإنسان أن يقع فيه وأن يكذب من أجل الإصلاح بين الناس مثلا، كما قال أحدهم والله لئن أكذب فأصلح بين الناس أحب إلي من أن أصدق فأفرق بينهم، فتأتي الآن المصلحة. لذلك الضابط في هذا الأمور الكليات الخمس التي يراعيها فقهاؤنا حفظ النفسي وحفظ الديني والنفسي والمالي والعرضي والعقلي، فقه المآلات المترتبة عن تلك الأفعال التي قد تجعل الحكم الشرعي يتغير، أو لا أقول الحكم الشرعي يتغير، الحكم الشرعي يبقى ثابت ولكن تنزيله يتغير من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. وها هنا تأتي وهذا هو الجميل جميل في هذه الشريعة الغراء، أنها تتأقلم وتتكيف مع الزمن مع الناس مع احتياجاتهم مع متطلباتهم مع متغيراتهم، بما لا يخل بتلك المقاصد التي كما ذكر الأستاذ إسماعيل من قبل أنها مأخوذة من القرآن الكريم. لما نتكلم عن الكليات الخمس من أين أخذت هذه الكليات الخمس؟ استقراء للنصوص الشريعة الإسلامية، وجدوا بأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ هذه الأمور. وعليه فعندما أبحث في مسألة ولا أجد لها نصا، فإذا كانت تحقق مقصدا من هذه المقاصد يؤمر بها أو تؤدي إلى مفسدة لأحد هذه المقاصد ينهى عنها، وبها يصدر المجتهد وحكمه الشرعي انطلاقا من تلك المفاسد ومن تلك المصالح ومن تلك المآلات ومن تلك الأمور الخاصة بالشخص في حد ذاته. إذن نشكر الأستاذ مسعود مياد على ما قدم وتفضل. مشاهدينا الكرام، يجهل كثير من الناس حكمة التحريم والتحليل في شرع الله المطهر، بل قد يعترض بعضهم على تحريم بعض الأمور التي تعود عليها فيرى ذلك تقييدا لحريته ومصادرة لحقوقه. التحليل والتحريم
نجده في القرآن الكريم، ما جاء إلا لمصلحة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأحيانا لا نجهل الحكمة والمصلحة فيكون باب التعبد فيها ظاهر وجلي. أستاذ محمد زغيداني، من خلال نصوص القرآن الكريم ونصوص المقدسة. نعم. نعم، بما أنه مسألة الحلال والحرام هي مسألة إلهية، يعني نعم، ابتداء الله عز وجل هو الذي يبيح وهو الذي يحرم، هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى. وما العلماء أو الفقهاء إلا كما سماهم ابن القيم إلا موقعين، نعم، عن الله سبحانه وتعالى، يبينون للناس حكم الله عز وجل في المسألة، إما استنباطا من الآية أو الحديث النبوي الشريف كالقطعي الثبوتي القطعي الدلالة، أو حتى إن كان ظنيا بعد الترجيح بين الأدلة فيخرجون للناس الحكم. وهذه المصلحة قد تبدو للناس وقد لا تبدو. ربما هناك مسألة جوهرية ومهمة جدا أن يفهم الناس أن هذه المصلحة ليست المصلحة الشخصية ولا المصلحة الخاصة. نعم. يعني في بعض الحالات للأسف الشديد نجد بعض من يعني يبيحون أو يحرمون انطلاقا من مصلحة ضيقة. المصلحة التي رعاها المشرع سبحانه وتعالى هي مصلحة العباد في المآل والمعاد. قد يبدو للناس أنه في تحريم الخمر مثلا كما كان يذكر الأستاذ هي مفسدة دنيوية، نغلق مصانع ونسرح عمال وغيرها من المفاسد، ولكن إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من المفاسد، المفسدة اللي هي أكبر، هي إفساد عقول الناس وهدر مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ العقل. نعم. فبين الموازنة بين الاثنين نجد أن حفظ العقل أولى، لأنه هذا فيه ضياع لعقول الناس وضياع لدينهم ودنياهم على حد سواء. ثم إن حتى مسألة هذه المصالح التي بنى عليها الله عز وجل قد تبدو لنا تظهر أنه هنالك أحكام معللة بعلتها واضحة لنا، وهذه قد يكون في ذلك زيادة اطمئنان على أن الله عز وجل ما حرم علينا شيء إلا لينفعنا، وما أباحه لنا إلا لينفعنا أيضا ويدفع عنا الضرر بما حرمه علينا. أما أنه قد لا تبدو لنا الحكمة ولا المصلحة، فهنا يصبح من واجب المؤمن أن يكون وصفه كما وصفه الله عز وجل، قالوا الذين قالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا يقول مثل ما كان يقول بني إسرائيل سمعنا وعصينا أو غيرها من المقولات التي كان يقولها بنو إسرائيل تعليلا لأنفسهم. وربما يجدون، وهذا من بين أهم الأشياء التي لابد أن ننبه لها أيضا، أنه بعض الناس قد يجد في بعض الحلول الاستثنائية إن صح التعبير الخروج من دائرة الحرام وتحويله إلى حلال. نعم. معنى ما يسميه البعض بالحيل الفقهية. وهذا الرخص، يعني من الرخص يحولها إلى حيلة فقهية. نعم. يعني تختلف الرخصة عن الحيلة الفقهية في كون الرخصة وضعت لزمان محدود ولمكان محدود ولشخص محدود عينا وذاتا. أما أن نأتي بهذا، لأنه في بعض الحالات والشيخ موسى ربما وهو في فتاوى على الهواء يعني في أحكام لا نستطيع أن نعطي عليها حكما عاما هكذا. نعم. لمجرد سؤال من سائل نعطيه حكما عاما بإباحة شيء، إنما تحدد شخصا وزمانا ومكانا وحالا، حال معين، حتى تنزل، وهنا تتحول إلى فتوى. الحكم الشرعي موجود في مفتيه بخلافها خروجا من يعني عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير والزلل يضار والضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات إلى غيرها من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي وضعها الفقهاء والأصوليون في استنباط الأحكام من مصادرها، ولكنها في زمن محدود وشخص محدود وحال محدودة. أما أن نستخدمها من أجل أن نبيح الحرام ونحرم الحلال فهذا ما لا يستقيم. طيب، هذا يجرنا دكتور موسى إلى ضرورة معرفة أحكام الحلال والحرام. دكتور موسى، على المكلف الذي يتوجب عليه أن يتبينها وأن يتعلمها. نعم. ومعرفة الحلال والحرام لا بد منه، لأنه من فروض الأعيان. نعم. من فروض العين أن نعرف ما حرم الله حتى نجتنبه. هل تكفينا نصوص القرآن في المعرفة؟ ونعم،
الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هناك أشياء يعرفها المسلم البسيط من خلال قراءة آية، من خلال قراءة حديث، لأنها تدخل في المعلوم من الدين بالضرورة، فيما اشتهر تحريمه أو إباحته. لكن أشياء أخرى لا يعرفها الإنسان العادي فيلجأ إلى العالم، وهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات حسب الرواية لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى يعلمها بعض الناس هم العلماء. نعم. والالتزام بالحلال والحرام فرض، ولهذا لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ نعم. قال نعم. قال لا أزيد على ذلك شيئا. ففعل الصلاة والصوم والزكاة لا يغني عن التزام الحلال والحرام. نعم. فلا بد من أداء الفرائض الواجبات مع اجتناب المنهيات. نعم. فهذا معرفة ذلك شيء ضروري. ونزيد نقول لك بينهما أمور متشابهات. أعطيك مثال، يعني أعطي مثال. نعم. الأدوية اليوم، تداوي الدواء. نعم. يعني نتكلم على أنواع الدواء، هل هناك دواء فيه منفعة محضة؟ في كل دواء حتى في الوصفة لما تقرأ تقرأ أن الدواء يصلح لكذا وكذا وعنده أعراض جانبية يسبب، إذن فيه مفسدة، فيه مفسدة. هل أحل هذا الدواء لأن فيه منافع أو أحرمه لأجل ما فيه من أعراض جانبية؟ هنا الفقيه ينظر حسب القواعد الشرعية أن العبرة في التحريم عن طريق الاجتهاد ما كان فيه الأمر غالبا. هل الغالب هو المضرة أو المنفعة؟ الغالب هو المنفعة لا المضرة، فأقول بإباحة هذا الدواء. لكن لو ينقلب الأمر تصبح الأعراض الجانبية أشد ضررا وتغلب، فيصبح هذا الدواء في نظرة التشريع الإسلامي محرما. ما كان يتكلم فيه المتقدمون حول التدخين أنا ما نتكلم على، في البداية كان بعضهم لا يعرف أضراره. نعم. قال لك هل هو مكروه أو مباح لأن فيه أذى بالرائحة، فهو قياس على رائحة البصل والثوم إلى آخره، اجتهادات. قاعدة الضرر الغالب لما عرفنا فيما بعد الأعراض التي يخلفها التدخين أعراض خطيرة وأمراض خطيرة صارت هي الغالبة، لم يبقى مجال للفقيه أن يقول هذا هل هو مكروه ولا مباح. لماذا؟ لأن قاعدة الغالب بيّنت بأن الغالب على هذا التناول هذا الشيء يؤدي إلى أضرار. شيء آخر، قد يكون في المسألة وصف كالآتي، هناك تناول لمادة معينة تسبب أضرارا، هذا الضرر يحدث لفلان لفلان لفلان، عامة الناس لا يصيبهم الضرر. في هذه الحالة هل هي محرمة أو غير محرمة؟ إذا كان الضرر يتناول أشخاص معدودين غير عام، تبقى الحكم في دائرة الكراهة، لأن الغالب أن لا يصيب الضرر عامة الناس. لكن لو ينقلب الحكم أن الضرر يتناول غالب الناس، ينتقل الحكم من القول بالكراهة إلى القول بالتحريم. إذن قضية نحدد الحلال والحرام وما يتبع ذلك من أحكام أخرى، استحباب أو الكراهة إلى آخره، بحسب حالة يعني الاجتهاد الفقهي
في المسألة وتقديرات الفقيه انطلاقا من القواعد التي يجتهد بها، فيحدد ما هو حلال وحرام، ويكون بعد ذلك الواجب على المسلم أن يلتزم ما أحله الله تعالى صراحة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أحله الله وحرمه من خلال اجتهاد الفقيه انطلاقا من قواعد التشريع المبنية على أساس القرآن والسنة. بارك الله فيكم. نعم دكتور موسى، شكرا جزيلا، وأدعو المشاهد إلى متابعة ركن الفهرست. الفهرست. الفهرست كما عودنا المشاهد الكريم في برنامج المحجة البيضاء هي كتب ننصح بها الإخوة المشاهدين والمشاهدات بمطالعتها وقراءتها تخص موضوع النقاش. دكتور محمد العربي شايشي، ما هي الكتب التي ننصح بها أخواننا للاستزازة للمزيد أكثر والمطالعة أكثر في هذا الموضوع، موضوع الحلال والحرام في القرآن والسنة؟ من بين الكتب التي تكلمت، يعني الكتب القديمة التي تكلمت التي نصت أو اشتملت على المنهيات خاصة، لأن المنهيات هي محددة إنما ضيقة، لكن مساحة المباح أوسع، فالبعض العلماء ألف في المنهيات. من ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه ألف كتاب الكبائر، وقد اشتمل الكتاب على 70 كبيرة نص عليها بدليلها وفصل فيها. وكذلك كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي، وقد ذكر 300 كبيرة وبينها في هذا الكتاب. 300 نعم ذكرها في هذا الكتاب. فإذا طالع الإنسان هذا الكتاب وكتاب الكبائر الذهبي سيعرف ما هي الأشياء المحرمة التي ثبت فيها الدليل من القرآن والسنة. والكبيرة كما عرفها العلماء هي كل ما نهى عنه الشارع ورتب عليه لعنة أو غضبا أو حدا. فالكبائر هي يعني أعلى شيء، لأن عندنا الكبائر الموبقات، الكبائر الصغائر الذنوب وهي اللمم. نعم. فالكبائر، لأن الكبائر واجب على الإنسان يتوب منها، وإذا لم يتوب منها فإنه تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. إذن تنصحون بكتاب الكبائر، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي. الهيتمي. أستاذ مسعود. نعم. إضافة فقط إلى ما تكلم عنه الأستاذ العربي الشيشي، يمكن كذلك أن ينصح ببعض المعاصرين الذين يتكلموا في هذه المواضيع، وهي تلك الفتاوى لعلمائنا وفقهائنا. تناولت يعني مساحات واسعة من موضوع الحرام، التي أغلبها يعني فيها الحلال وفيها الحرام، فيها ما يجوز وما لا يجوز. فعلى سبيل المثال فتاوى الشيخ أحمد حماني التي طبعته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهي تلك الفتاوى التي كان يرسل بها إليه فيجيب عنها إما كتابيا وأحيانا يجيب عنها عبر الإذاعة. نفس الشيء فتاوى الشيخ شارف، محمد شارف رحمة الله عليه، كذلك فيمكن أن يستأنس بها في هذا مطبوعة. نعم مطبوعة. نعم وطبعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نعم. بارك الله فيك الأستاذ مسعود. شيخنا زغداني محمد، بما تنصح المشاهد؟ نعم، من بين الكتب المحدثين يعني التي ألفت في الحلال والحرام هو كتابي هذا، الحلال والحرام في الإسلام. نعم. قد ألفه الشيخ يوسف القرضاوي، جمع فيه مجموعة انطلاقا مما كان يسأل في مسائل الحلال والحرام، وقد أوضح فيه خصوصا بعض الجوانب المتعلقة بما أباحه الله عز وجل ويظن الناس حرمته، أو العكس أيضا ما حرمه الله تعالى ويظن الناس أنه من المباحات، خصوصا في مسألة النوازل، وإن كان فيه بعض المسائل التي تجاوزها كما نقول الوقت، لأنها الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فهذا أيضا من الكتب التي يمكن أن يرجع إليها، علما أنه الفقه والعلم الحلال والحرام لا يؤخذ، نعم يأخذه العامي إن صح هذا التعبير مباشرة من الكتاب، إنما في المسألة لابد أن يسأل، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نختم معك دكتور موسى، بماذا تنصح المشاهد الكريم؟ أولا أنصحهم بالقرآن الكريم، نعم، قراءة وتدبرا وتفقها. نعم. أنصحهم بالدرس الفقهي المسجدي، متابعة الدروس في المساجد التي تهتم ببيان الحلال والحرام، لها أثر يعني لها أثر كبير في معرفة الأحكام. والدرس المسجدي
عندي أهم من الكتاب في حد ذاته. كذلك أنصحهم بأن ينفتحوا حول المواقع الموثوق بها، وأن يحذروا من المواقع عن طريق الانترنت أو غير ذلك التي التي لا تكون موثوقة ولا يعرف مصادرها. أما عن الكتب، عندنا في من بين الكتب كتاب المدخل لابن الحاج الفاسي، وهو ينبه على كثير من الحلال والحرام. كتاب ترغيب والترهيب للإمام المنذري. فهذه كتب مهمة أيضا. إن شاء الله. شكرا. إذن بعد شكر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أتوجه بالشكر الجزيل لمشايخنا والأساتذة الكرام دكتور موسى إسماعيل، جزاك الله كل خير، لأخي الأستاذ محمد زغداني، ولكم كذلك أستاذ مسعود مياد، ولكم دكتور محمد العربي شايشي، ولكل المشاهدين والمتابعين الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة طيلة دقائقها. لنا موعد إن شاء الله يتجدد كل خميس على الساعة 9 ليلا مع برنامج المحجة البيضاء، تتابعونها إن شاء الله مسجلة على موقع الفيسبوك وعلى موقع اليوتيوب. يا أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.